يعني منذ أيام ونحن نسمع يعني أخبار كثيرة وإشاعات حول سقوطه من عدمه. نعم، يتواصل تقدم الثوار في مدينة حلب ضمن معركة أو غزوة الاعتصام التي شنتها غرفة عمليات أهل الشام في مدينة حلب، وخاصة على جبهة الزهراء والمخابرات الجوية، حيث سيطرت غرفة عمليات أهل الشام على العدد من المباني في حي الزهراء، والاشتباكات تدور الآن في مبنى القصر العدلي في محاولة للثوار السيطرة عليه بشكل كامل، وبذلك تصبح المخابرات الجوية يعني شبه محاصرة تماما من قبل الثوار هنالك، كما أيضا الثوار يسيطرون على كتلة من المباني في حي جمعية الزهراء، ووصلوا إلى الاستراد وقطعوا طريق المؤدي إلى دوار الصنم وحلب الجديدة، كما سقط العديد من القتلى في ضمن صفوف قوات النظام والميليشيات العراقية المتواجدة هناك. أما في الأطراف الجنوبية الغربية، تلك المعركة التي لا تقل أهمية عن المعركة الزهراء التي يحاول أبو مجاهد، قبل أن ننتقل إذا إلى هذه النقطة، فقط النظام وحتى هذه اللحظة أبو مجاهد ينجحون في قطع الإمداد خلال اليومين الماضيين، حيث تستمر المعارك في جبهة الراموسة التي حقق من خلالها جيش المجاهدين تقدم واضح في تلك الجبهة، حيث استطاعوا مساء هذا اليوم السيطرة على الفرن في حي الراموسة بعد اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا جرت بين عناصر قوات النظام والثوار من جيش المجاهدين في تلك المنطقة، كما أيضا جيش المجاهدون أعلن عن في ذات الجبهة عن السيطرة على أيضا على البرج السيرياتيل وجامع الراموسة وقتل العديد من عناصر قوات النظام هنالك، كما أيضا تم تفجير دبابة إسر استهدافها بصاروخ بتسعة، في حين أن النظام وبعد منتصف الليل حاول استعادة السيطرة على هذه الأجزاء من حي الراموسة، ولكن والحمد لله تم صد هذا الهجوم. وفي نفس الجبهة أيضا ونفس الطرف الغربي الجنوبي في مدينة حلب أيضا حاولت الميليشيات العراقية التقدم في جبهة عقرب أو سوق الجبس، ولكن جيش المجاهدون وبفضل الله استطاعوا صد هذا الهجوم، ومنذ أقل من ساعة تقريبا استطاع جيش المجاهدين إسقاط طائرة استطلاع كانت تحاول يعني أخذ معلومات من طرف الجبهة هنالك، ولكن بفضل الله استطاع الثوار إسقاط هذه الطائرة في تلك الجبهة. إذن من حلب المتحدث باسم شبكة شام الإخبارية أبو مجاهد الحلبي، شكرا جزيلا لك.